السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهارده هقدم لكم حلوه سهله وسريعه التحضير هنعمل مع بعض ان شاء الله موس الافوكادو والفراوله مناسب للكيتو دايت هنعمله من غير حليب من غير كريمه من غير بيض طريقه تحضيره سهله وطعمه جميل جدا ان شاء الله هيعجب معايا هنا حوالي كوب من الفراولة والفراولة دي حجمها متوسط إيه واللي هيسألني على عدد الفراولة دول تسع حبات من الفراولة حجم متوسط ومعانا من سكر استيفيا معلقة كبيرة أو ممكن نستعمل أكياس سكر استيفيا والسكر حسب الرغبة ومعانا مربعين من الجبنة وكمان معانا قشطة ووحدة أفوكادو كبيرة الحجم هنجيب دلوقتي طبق كبير أو بولة وهنحط فيه الفراوله انا هنا بستعمل فراوله مجمده ممكن تستعملوا الفراوله الفريش على حسب المتاح عندكم وهنقطع دلوقتي حبة الأفوكادو ونحطها على الفراولة آه زي ما قلتلكوا الأفوكادو دي واحدة حجمها كبير أنا بصراحة معرفش وزنها إيه بس واحدة من الأفوكادو حجمها كبير آه وهي سودت شوية لأن أنا قطعتها وسبتها شوية قبل ما أبدأ أصور هنجيب دلوقتي الهاند بلندر وهنبدأ أن احنا نفرمهم مع بعض كويس وبعد ما فرمنا الفراولة وحبايه الأفوكادو مع بعض هنضيف عليهم دلوقتي باقي المكونات هنحط عليهم دلوقتي مربعين من الجبنة إيه لو مفيش جبنة كيري أو جبنة مربعات ممكن تحطوا معلقتين كبار من الجبنة الكريمي أو ممكن حتى تستعملوا جبنة بريزيدون على حسب المتاح عندكم وبعد كده هنحط عليهم ثلاث معالق كبار مليانين من القشطة ممكن تستعملوا القشطة الحيواني أو وش اللبن على حسب المتاح عندكم ودلوقتي هنشغل تاني الهاند بلندر علشان يختلطوا مع بعض كويس ، وبعد كده هنضيف اخر مكون معانا وهو السكر هنحط معلقه كبيره من سكر استيفيا أو ممكن تحطوا اظرف سكر استيفيا على حسب ما انتوا عايزين وطبعا السكر بيكون حسب الرغبه آه ، وتاني هنشغل الهاند بلندر لغايه لما يختلطوا المكونات كلها خلاص كده كل المكونات اختلطت مع بعض بالشكل ده وبعد كده انا هجيب معايا هنا الوان طعام صحية معايا هنا لون اخضر ودي المعلومات الغذائية بتاعته وكمان لون احمر آه والاتنين مناسبين للكيتو دايت هنشيل خلاص الهاند بلندر لان ما عدناش عايزينه آه وبيكون معانا القوام بتاع الموس تقيل جدا وجميل بالشكل ده بس طبعا هو من غير لون فعلشان كده انا هستعمل اللون الاخضر واللون الاحمر هنجيب دلوقتي الطبق اللي كان فيه الفراولة وهنحط فيه كمية كده من الموس وهنحط دلوقتي على الكمية دي لون أحمر طبعا زي ما قلت الخطوة دي اختيارية ممكن ما تعملوهاش أبدا هنحط كم نقطة كده من اللون الأحمر وهنقلبهم مع بعض لغاية لما يختلطوا مع بعض كويس وبيكون معانا بالشكل ده خلاص كده جاهز معانا أول كمية اللي باللون الأحمر ودلوقتي على الكمية التانية هنحط برضو كم نقطة كده من اللون الأخضر طبعا انا اخترت لون احمر ولون اخضر علشان انا استعملت فراولة وأفوكادو طبعا ممكن تحطوا اي لون انت عايزينه او تسيبوه سادة على حسب ما انتوا عايزين وبعد ما قلبناهم مع بعض بيكون معانا بالشكل ده هنجيب دلوقتي الكاسات اللي احنا هنقدم فيها الكمية دي يا جماعة هتعمل لنا تلك كاسات بالحجم اللي شايفينه ده اه هنحط دلوقتي اول طبقة معانا من اللون الاخضر شايفين القوام بتاعها بيكون تقيل جداً وبعد كده هنحط الطبقة التانية اللي هي باللون البنك وكده بيكون جاهز معانا اول كاسة وطبعا شكلها جميل جدا والالوان حلوة قوي بتكون معانا بالشكل ده وانا هعمل كاسة تانية بنفس الطريقة كده هحط طبقة من اللون الاخضر وطبقة تانية من اللون البنك وانا جهزت بس اتنين كاسه كده ليا انا وزوجي وسبت الباقي في التلاجه وبعد كده هنزينهم برشه بسيطه كده من مبشور جوز الهند وكمان شويه صغيرين كده من الفستق المطحون طبعا قدموه بالطريقه اللي انتوا عايزينها وكده بيكون جاهز معانا احلى وأكمل موس افوكادو فراوله جميل جدا يلا بينا بقى ندوقه مع بعض آه بيكون طعمه حلو قوي وممكن يقعد في التلاجة تلات ايام بيكون جميل جدا يعني ممكن تعملوا كمية وتسيبوها في التلاجة تلات ايام وتاخدوا منها على حسب ما انتوا عايزين وطبعا ممكن ان تعملوا برضو كمية كبيرة وتحطوها في الفريزر وتاخدوا منها برضو وقت ما انتوا عايزين بيكون القوام بتاعه كريمي وجميل جدا وطعمه ان شاء الله هيعجبكم قوي وكده عملنا مع بعض موس الافوكادو والفراوله مناسب للكيتو دايت من غير بيض ومن غير حليب ومن غير كريمه جميل جدا وطعمه اكتر من رائع اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وكمان تعليقاتكم الحلوه وبالف هنا وعافيه